طلاب الصف الثاني الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم معايا ودرس جديد من دروس مادة الدين، وهو الدرس الثاني من دروس العقيدة بعنوان الله الرزاق. الرزاق هو من يهب لعباده الرزق، الرزاق هو من يهب لعباده الرزق. فالله الرزاق يرزق كل المخلوقات، الإنسان والحيوان والنبات. يبقى ربنا عز وجل يا أولاد يرزق جميع من خلق. والرزق هو كل ما تنتفع به المخلوقات، الرزق هو كل ما تنتفع به المخلوقات. فالطعام والشراب رزق، والمال والقوة رزق، والسمع والبصر رزق، كل دي أرزاق يا أولاد، والعلم والفهم رزق. يبقى الله تعالى اسمه إيه يا أولاد؟ الرزاق، أي يرزق جميع من خلق. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، سورة الذاريات الآية 58. وقال تعالى أيضا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، سورة هود الآية 6. يبقى ربنا عز وجل يخلق جميع من خلق، ما خلق سواء كان إنسان أو حيوان أو نبات. يبقى درسنا النهاردة درس جميل بيتكلم عن أن الله تعالى هو الرزاق يرزق جميع من خلق. فالمال والشراب رزق، فالطعام والشراب رزق، والمال والقوة رزق، والسمع والبصر رزق، والعلم والفهم رزق. يبقى جميع نعم الله تعالى علينا هي رزق من الله سبحانه وتعالى. ودلوقتي نحل الأسئلة. النشاط الأول بيقول يا أولاد أكمل بالكلمات الآتية: يرزق، الرزاق، الرزق. نقط: هو من يهب لعباده الرزق، يبقى مين؟ برافو عليكم، الرزاق. الرزاق هو من يهب لعباده الرزق، فالله الرزاق نقط كل المخلوقات. ها، يرزق، برافو عليكم، يرزق كل المخلوقات. ونقط: هو كل ما تنتفع به المخلوقات، اللي هو ايه؟ والرزق، الرزق هو كل ما تنتفع به المخلوقات. النشاط الثاني: اتلو من القرآن الكريم ما يعبر عن كل معنى، جيبوا الآية اللي من القرآن الكريم اللي بتعبر عن المعنى اللي احنا هنقوله ده. الله هو الرزاق القوي. طبعا الآية الكريمة اللي احنا قلناها اللي هي ايه يا أولاد؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. طيب، آية تدل على أن الله تعالى يرزق كل الكائنات، قول الله تعالى، برافو عليكم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. النشاط اللي بعد كده يا ولاد بيقول: اكتب الرقم الصحيح أمام كل وصف. 1 الزرافة، 2 النبات، 3 القرد، 4 البجعة. بيقول لي هنا هيسألني، هيوصف لي حاجة من الأربع صور دول ويقول لي هي إيه. رزقها الله سبحانه وتعالى كيسا تحت منقارها لتلتقط الأسماك وتخزن الطعام، اللي هي مين؟ برافو عليكم، اللي احنا شايفينها قدامنا، البجعة، اللي هي الايه يا اولاد؟ البجعة. طيب، رزقها الله سبحانه وتعالى رقبة طويلة لتأكل من الأشجار العالية، اللي هي مين؟ برافو عليكم، الزرافة. يبقى نكتب ايه؟ الزرافة. 3 رزقه الله تعالى جذورا ليمتص الغذاء من التربة، اللي هو ايه؟ طبعا زي ما احنا شايفين النبات. يبقى الإجابة النبات. طيب، آخر نقطة معانا في درس النهاردة: رزقه الله سبحانه وتعالى ذراعا ورجلا طويلتين ليتسلق الأشجار بحثا عن الطعام، اللي هو ايه؟ زي ما احنا شايفين في الصورة، القرد. يبقى القرد. وبكده يا أولاد أنهينا درس اليوم، ونلتقي إن شاء الله في الدرس القادم.